هي مأساة تضاف إلى المآسي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل هذه الحرب الدموية على القطاع، حيث ألقت الطائرات المدنية المساعدات على المواطنين في المناطق الشمالية من القطاع، لكن للأسف الشديد سقطت هذه المظلات على رؤوس المواطنين، والأمر الذي أدى إلى ارتقاء 5 من الشهداء وإصابة أكثر من 10 إصابات، من بينهم أيضا إصابات حرجة.